خطوة واحدة إذا تفصل المنتخب الأولمبي عن التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، الفوز في هذه المباراة يضمن تأهلا مباشرا للمباراة النهائية بطبيعة الحال، لكنه يضمن ما هو أهم وهو التأهل لأولمبياد طوكيو 2020. الناقد الرياضي الأستاذ أحمد سمير ينضم إلينا عبر الهاتف. أستاذ أحمد، مباراتان وديتان أقيمتا بين مصر وجنوب أفريقيا قبل إقامة هذه البطولة، ما الذي قد يبدو مختلف في مباراة نصف النهائي اليوم؟ صباح الخير. طبعا النهارده منتخب مصر قدامه مباراه مهمه جدا والمؤهله ان شاء الله لاولمبياد طوكيو. اتصور ان طبعا هيبقى في اختلاف نسبي عن المباريات الوديه. المباريات الوديه طبعا بتبقى يغلبها الطابع الودي، فبيبقى فيها نوع من الهدوء، الضغوط بتبقى فيها اقل. اتصور النهارده مباراه رسميه طبعا بتبقى فيها الضغوط بشكل اكبر، الدوافع للفريقين كبيره على اساس ان كل فريق عنده الطموح ان هو يحدث تصفيات الاولمبياد. كمان الفرقتين اتفرجوا على بعض بشكل اكبر طول البطوله، يعني كل فريق لعب ثلاث مباريات. فاتصور ان كلا المديرين الفنيين للمنتخبين اصبح الفريقين لبعض كتاب مفتوح، ماتشين وديين واتفرجوا على بعض في البطوله ثلاث ماتشات بشكل رسمي. فاتصور ان هتبقى الامور مختلفه شويه عن المباراه الوديه. المنتخب أداؤه كان مختلف إلى حد بعيد في المباراة الافتتاحية عن مباراة غانا، يعني مباراة مالي كان الأداء غير مطمئن بالمرة، وإن كانت مصر قد حققت الأهم وهو الفوز. مباراة غانا في شوطها الثاني كان الأداء أفضل. مباراة الكاميرون ربما بعثت قدر من الطمأنينة أكبر في نفوس المنتخب، في نفوس مشجع المنتخب. مباراة اليوم أي الأداءات في المباراة الثلاث سيكون حاضرا فيها؟ أفندم، اي اداء يمكن ان نشاهده اليوم في لقاء منتخب مصر مع جنوب افريقيا؟ اتصور ان شاء الله ان منتخب مصر هيقدم النهارده افضل اداء لي. يعني زي ما حضرتك ذكرت، الميزه في اداء منتخب مصر طول البطوله هو التدرج الفني في المستوى من مباراه لاخرى. اتصور النهارده بعد الثقه الكبيره اللي اكتسبها المنتخب خلال البطوله، طبعا احنا طالعين بمكاسب كتير جدا من الماتشات المجموعه الاولى، طالعين بالعلامه الكامله 9 نقط، طالعين خرجنا من مواقف صعبه كتير في البطوله، يعني سواء الاداء كان اقل نسبيا في مباراه مالي، شفنا عملنا ريمونتادا في مباراه غانا، شفنا قدرنا كنا متعادلين في ماتش الكاميرون وقدرنا نكسب، فدي نوع من الصعوبات اتصور ان هي وصلت ثقه اللعيبه لقمه المستوى، يعني ثقه لعيبه في المنتخب في جماعيه الفريق وثقتهم في نفسهم ارتفعت لعنان السماء زي ما بيقولوا. كمان اللعيبه مكتسبه ثقه كبيره كمان من الحاله العامه اللي نقلوها في الشارع المصري، يعني كل الكلام الايجابي اللي الجمهور المصري بيتكلم على المنتخب اتصور ان هي منعكسه على حال الفريق. فاتصور ان شاء الله ان كل المميزات دي ان شاء الله هتبقى في صب الصالح المنتخب المصري، والاهم طبعا التواجد الجماهيري الكبير ان شاء الله اللي اتصور استاد القاهره النهارده مش هيبقى مليان على اخره ان شاء الله. منتخب جنوب افريقيا فيه معطيين اساسيين البعض بيتحدث عنهم. المعطى الاول ان كره جنوب افريقيا بشكل عام يعني اكثر جماليه وفيها كره قدم اكثر من البعد اللياقي او العنصر البدني. الجزء الثاني ان الدفاعات الجنوب افريقيه دفاعات جيده للغايه، ومستوى الاداء الدفاعي لجنوب افريقيا مستوى متميز للغايه. كيف للمنتخب المصري ان يتعامل مع هاتين الجزئيتين؟ حضرتك يعني قلت نقطتين مهمين جدا، هي كره جنوب افريقيا. هبدا بس من الملحوظه الاخيره، انت حضرتك قلت دفاعاتهم منظمه فعلا، هم خارجين من المجموعه ما دخلش فيهم اي اهداف يعني في ثلاث مباريات، فده معناه ان الفريق بيلعب بتنظيم دفاعي مميز جدا. وهي كره جنوب افريقيا كمان زي ما حضرتك ذكرت كره منظمه، كره اكاديميه، يعني جنوب افريقيا دايما بتلعب كوره هتلاقي مميزه جدا على مستوى كل المراحل السنيه، اقرب للكره الاكاديميه اللي هي بتعتمد على الباص تو باص والاستحواذ وان هم ينقلوا كره سريعه، زي فكره زي نفس اللي احنا شفناه طبعا مع اداء منتخب جنوب افريقيا الاول في بطوله افريقيا. اتصور النهارده ان الاستراتيجيه اللي الكابتن شوقي غريب هيقررها في المباراه هتبقى مهمه جدا. لازم يبقى عندنا اللي هو النوع احنا نلعب كورتنا عالي جدا، بنلعب باسلوبنا الهجومي. طبعا الكابتن شوقي غريب بيعتمد في اغلب ماتشات البطوله على فكره اللعب المباشر، بيعتمد في يعني بنبقى قليلين في الاستحواذ شويه، بنعتمد على الكرات العرضيه عشان نستغل ميزه مهمه لراس حربه مهمه عندنا زي مصطفى محمد واجادته للكرات العرضيه. فاتصور النهارده
من التفاصيل الصغيره هتحسم المباراه. لازم يبقى عند اللعيبه المصريه صبر طول ال 90 دقيقه، الجون بيجي في اي وقت. لازم نبقى عندنا عينينا على الدفاع، لان جنوب افريقيا فريق بيلعب بهذا التنظيم الدفاعي ما دخلش فيه ولا هدف. اتصور ان هيبقى اسلوبهم النهارده هيبقى رد فعل، هيعتمدوا على التامين بشكل كويس، وبيبقى عندهم سرعات وخفه حركه هيحاولوا يخطفوا كوره او هدف يامنوا بيه الماتش. فاحنا لازم اللي هو نبقى استاذ احمد حك... كان عندنا مشكله اساسيه في بعض المباريات اللي لعبناها، كانت مرتبطه بقلة السيطرة على الكورة. احنا دايما بنتابع الفريق الاخر وهو بيستحوذ على الكورة، خصوصا مباراة مالي كان يعني فقدان الكرة من المنتخب المصري في مرات عديدة للغاية وبمعدلات عالية. التعامل مع ده يتم ازاي النهاردة، خصوصا وحاجة بتكلم عن يعني لعبة كورة في جنوب افريقيا، قدرة على الاستحواذ، قدرة على التمرير، قدرة على التحول من الدفاع للهجوم بشكل منظم اكتر. بالضبط، هو هي الفكرة كلها، هي كل مدير فني بيبقى عنده قراية للأوراق اللي عنده وقدرات فريقه وأنسب أسلوب لعب. خلينا نفرق بين طريقة اللعب واستراتيجية اللعب. هو الكابتن شوقي غريب من أول البطولة واضح إن الاستراتيجي اللي بيطبقها مع المنتخب إنه بيعتمد على اللعب المباشر، إن أنا أوصل للجون بأسرع طريقة، بيعتمد على الكرات العرضية، الكرة الطويلة واللعيبة تعتمد إن هي تستحوذ على الكرة الثانية. فأتصور مش هيبقى فيه تغيير كبير في هذا الأسلوب اللعب للمنتخب. الفكرة كلها إن إحنا يبقى عندنا تأمين وعينينا على الهجمات المرتدة. لازم اللعيبة كل واحد يبقى التمركز بشكل كويس، ما عندناش مساحات في نص ملعبنا، الكورة ما نفقدهاش في نص الملعب أو بشكل إن هو يعمل علينا خطورة في الهجمات المرتدة. كل الحاجات دي لازم اللعيبة تبقى مركزة فيها والمدرب، ونستغل أكثر عدد من الفرص على المرمى عشان نقدر نأمن الفوز بشكل مميز يعني. شكرا جزيلا لحضرتك الأستاذ أحمد سمير الناقد الرياضي.